بسم الله الرحمن الرحيم نكمل الكلام على الانتستين ونتكلم النهاردة على اللارج انتستين Large Intestine عبارة عن 3 بارتس نمبر 1 which is the cecum and number 3 which is the colon which is formed of 4 بارتس اللي هو الاسندين colon اللي هو الصاعد وترانسفيرت colon with descending colon and sigmoid colon and sigmoid colon like the S shape after the colon we have the ريكتوم يبقى كو سيكم كولون اند ريكتوم اه طبعا بعد كده خالص ينتهي بالانال كانال اللي بتروح بيه الاناس. السيكم لما تيجي تحدد مكانها تقول ان هي فين اتس ابلايند هي الاول عباره عن بلايند اند نهايه مغلقه مفيش فتحه تحت اوف اه ذا لارج انتست below the junction with the small intestine يعني ده small intestine أسفل الاتحاد ما بين ال ال small intestine و the large intestine just below the junction between the small and the large this is the cecum والcecum ده في نهايته خالص هتلاقي فيه الفيرم vermiform appendix اللي هي الزائدة الدودية الصغيرة دي ال vestigial organ عضو ضامر role in the immunity fighting infection بيلعب دور ضد ال العدوى كان بيكم انفكتد لو حصل له انفكتد هو الابندكس ده اللي هو يحصل ايه يحصل له انفلاميشن يبقى لو حصل له انفكشن يحصل له انفلاميشن ويحصل له اي تي اس يعني التهاب يبقى ابندسايتس يعني التهاب الزائده إيه الدوديه لو حصل ايه الابندكس ده ممكن يحصل التهابات زياده زياده يحصل لها بارستس تنفجر ولو انفجرت خرج الايه الفلويد اللي جواها ويسبب البريتونايتس اللي هو التهاب التجويف في الايه البطن ممكن يؤدي الى موت لو ايه العيال ما لحقوهوش يعني طيب طالما عملت لك ابندسايتس اكتر من مره يبقى المفروض تعمل ابندكتومي يعني استئصال الزائده دي ريموفال اوف ذا ابندكس ونو ادفيرس رياكشن ديو تو ريموفال اوف ذس اوجر ما فيش اعراض كتيره لو شلت الايه الفيرمفورم ابندكس ال الكولون هاف فور بارتس قلنا الاسيندنج الجزء الصاعد واللي هو الرايت سايد في ناحيه الجانب اليمين بتاع جسمك وترانسفيرس المستعرض ما بين الرايت right والليفت ده الاكروس والديسيندنج الهابط ده الليفت سايد وده السيجمويد لشكل ايه الاس شيب ينتهي بايه الكولون ينتهي بالريكتم إيه وده ريسيف الفيسز بي الووتر اند البالك يعني بيمتص منها الميه وبقلل حجمها

absorb salts لو الموجودة في الطعام لأنه بيفضل فيها فترة absorb some vitamins بعض الفيتامينات تمتص منها stores indigestible ده بيخزن بعض المواد اللي غير مهضومة عشان يحصل عملية الإيه التبرز ده الاورجان وده الباس اوف فود ده الاورال كافيتي وبعدين السوفاجاس الاستومك راح الاستومك للسمول انتستين لارج انتستين الاورال كافيتي ايه هي الفانكشن اورجان ده ريسيف الفود استارش دايجيشن اوكير ان ذا اورال كافيتي ايه هو اللي يميزه السبيشال فيتشرز التيس والتانج التيس بتعمل ايه تعمل تشوي الفود والتانج يعمل فورم البولس الاسوفاجاس طبعا ده عباره عن باس واي ممر يعمل بريستاليزيس يوصل الطعام بس من مك... من الاسوفاج من الفيرنكس للاستومك الاستومك تعمل ستورج للفود تعمل اسيديتي للوسط عشان تعمل كيلينج للبكتيريا وتعمل ستارتس الدايجيشن للبروتين ليه, ليه لان فيها جاستريك جلاندس اللي بتعمل ايه بتطلع الجاستريك جوس فيها الاتش سي ال بقى وفي الانترنسك فاكتور وفي البيبسينوجين سمول انتستين ده uh, digestion لل all foods. كل المواد بقى هنا ال starch بس هنا البروتين بس ده في هنا all food should be digested in the small intestine and absorb the nutrient in this part. Uh, the special فيتشر هنا اقول ان الانتستينال جلاندس وفيها كمان الفلاين. الانتستينال جلاندس تعمل الريليز الفلويدز وتري الكالاين <سؤال> فلويد ويظبط البي اتش بتاعت الاستومك على بتاعت الانتستين عن 8 والفلاي تعمل ابسورب لنيوترينت سواء كان جلوكوز امينو اسيد او البروتين كيلو مايكرونز intestine انتستين ابسورب water ابسورب الفيتامينز ستور ان جاست ان دايجستبل واستس ريمينز البقايا الموجوده عشان تعمل عمليه ديفيكيشن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته